السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كل عام وانتم بخير. انا اسمي سعيد من شركة الفتح شارع بورسعيد. ان شاء الله احنا عندنا ان شاء الله عروض جميلة جدا في الملايات. نبدأ مع بعضنا كده. دي شغل اوروبي مش كده يا استاذة؟ دي شغل اوروبي فيه كل الوانه، في من اللون دوت وفي اللون دوت الرصاصي. بسم الله ما شاء الله الوان كلها جميلة، وعروضنا بسم الله مش مستمرة لمدة 10 ايام. تمام كده، كل الواننا موجوده. ده نزل ان شاء الله من 850 حضرتك ل 650. ده موديل لحضرتك بالوانه. نخش على الموديل الثاني برده، خمس قطع ملايه واثنين قسم خده واثنين خدوديه. مقاس الملايه 280 صافي، الملايه الطوب بيتقص بيها جاي من 3 متر يصفي معايا 280 صافي في 260. تمام كده، نخش على الموديل اللي بعده. موديل ثاني خالص بسم الله ما شاء الله، برده شغل اوروبي. حضرتك بقى بص معايا، شغل اوروبي برضو في كل الوانه. عندي منه الموف، عندي منه الرصاصي، وعندي منه الكحلي، وعندي منه السكري، واللون الجميل ده والكشمير. كل الوان ان شاء الله موجوده، برضو عامل بدل 880 625. تمام كده، عندي حاجه زي كده مختلفه خالص عن الموديل اللي عدى دوت. بسم الله ما شاء الله، بس كده حضرتك معايا برضو شغل اوروبي. تمام كده، ظهر كده معانا. تمام، دي كده الصوره وكده الطبيعه. تمام، برضو عاوزين نبص مع بعض على التقفيل. الشغل الجميل ده الخيط ده خيط مش عادي، متقفل بخيط عادي. ورده طايره بسم الله ما شاء الله مع القنار بتاعنا. بسم الله ما شاء الله برده فيه بحوالي منه 20 30 لون. انا حاطط بس على قد الرف، يعني لو عديت الوانه هتعدي 30 لون، بس انا حاطط على قد الرف بتاعي. على قد الرف ما بياخد لون 2 3 4 5 6 7 8 10 الوان معانا. اوكي، نخش على الموديل اللي بعده. بسم الله ما شاء الله، حاجه زي كده المفرش كله شغل معايا يا استاذه. المفرش كله شغل، ومع الشغل كده في كورنيش من الاخر. برده هنرجع تاني نقول برده النقطه الاولانيه ودي اهم حاجه، مقاس الملايه 280 في 260 صافي. تمام، الملايه كلها شغل مع كورنيش. كده الصوره. طب عاوزين بقى اشوف الطبيعه. بسم الله ما شاء الله، المفرش كله شغل، الورده الجميله دي كده في المفرش كله مع الكورنيش الجميل ده كده من تحت. تمام، ده بدل 875 580. المفرش كله شغل. قول تاني يا جماعه، المفرش كله شغل مش على القنار بس، في ملايه بتاخد القنار بس. تمام كده، لأ المفرش كله شغل وفي كورنيش من الاخر. تمام، بسم الله ما شاء الله الوان اهوت. بس حضرتك شغل كده الالوان زي ما احنا قلنا، انا بحط الوان على قد الرف، لكن لو عديت الوانه هتعدي 30 لون. تمام، في حاجه زي كده برده بسم الله ما شاء الله. بسم الله ما شاء الله، الشغل الجميل ده كده. نبص مع بعضنا كده، ده ورده طايره مع القنار الجميل ده كده. طب عاوزين بقى نشتغل عملي، نبص عملي مع بعضنا. حضرتك كده، ده شغل في المفرش كله برده مع شغل الزبير ده. ده حاجه وده حاجه. تمام، دي ورده طايره في المفرش كله، كان عندنا هنا دي ورده طايره بسم الله ما شاء الله مع شغل زبير. برده في كل الوانه، انا برده بحط على قد الرف بتاعي. عندي منه عنده الاخضر ده بدل 650 550. تمام، في حاجه زي كده بسم الله ما شاء الله. لو بصينا يا فندم مع بعضين هنا، ده قنار وده قنار وده قنار، ده قنار في قلب الملايه. تمام، بص بقى على الصوره بتاعتنا الجميله بسم الله ما شاء الله، الله اكبر. برده شغل اوروبي، برده بس الملايه 240 في 260 صافي بعد التقفيل. بسم الله ما شاء الله، الوان برده جميله. في حاجات ساده باستك ان شاء الله، كل حاجه موجوده مع بعضنا خطوه بخطوه. في حاجه زي كده برده مختلفه تماما، دي ملايتين واحده فرشه وواحده غطا. حضرتك بص كده معايا، دي ملايتين واحده فرشه وواحده غطا. زي الصوره كده، واحده كلها تطريز وواحده معاها غطا. ده تيل تقيل بتاع زمان. حضرتك لو شلنا الملايه كده بسم الله ما شاء الله تخش لها في 5 كيلو. تمام، زي ما قلت لحضرتك المفرش كله شغل، واحده فرشه واحده غطا. انا عاوزين نبص مع بعض على التقفيل الجميل ده، ونطلع خداديه كده جميله مع بعضنا كده. بسم الله ما شاء الله، خامه قطن 100% 280 في 260 مقاس الملايه، 2 ملايه واتنين قسم خده واتنين خداديه. ده بدل 1100 معمول عليه خاص بسم الله ما شاء الله، يوصل لغايه 775. تمام، بسم الله ما شاء الله على الجمال وعلى الحلاوه كده، الله اكبر. بص على الجمال وعلى الحلاوه وعلى الابداع، بص على الابداع المصري بتاعنا بقى، الشغل المصري الجميل بتاعنا. الله اكبر على مصر وجمال مصر وحلاوه مصر. تمام كده، ده بسم الله ما شاء الله بدل 675 عامل عليه عرض بسم الله ما شاء الله لمده 10 ايام 450 بس. اوكي، شغل مصري يا جماعه، شغل مصري وانتاج مصري، الله اكبر. الجمال والحلاوه قوي
العروسه طبعا عاوزه تغير، خدنا مطرز ومطرز ومطرز، فالعروسه عاوزه تشكل بقى شغل فوربيد الجميل الجمال. الله اكبر الله اكبر. عندي منه فوق 30 لون. تمام. في الشركه الجميله دي برده حاجه زي كده برده شغل شغل بسم الله ما شاء الله شغل تركي. هديك صوري كده لايه واتنين كيس مخده واتنين خدوديه بسم الله ما شاء الله.